طب الأستاذ أسامة من أبو ظبي، تفضل أستاذ أسامة. السلام عليكم أخي. مرحبا أستاذ أسامة، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بدي أستفسر عفوا من الأستاذ الدكتور أحمد. نعم. سيدنا معاوية في عنه حديث متفق عليه في كتب السنة، نعم، أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، عن سيدنا علي رضي الله عنه. فكيف يأمر بسب علي على المنابر؟ يعني ايش الدليل على هذا الكلام عفوا؟ الدليل صحيح مسلم يا ناصبي، انتم نواصب كما هم روافض، هناك نواصب وهو انت بتوع معاويه الذي امر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم، مش صحيح مسلم معروف. وهذا التشيع، هذا العصبيه لاجل معاويه الذي كل ما نعانيه الان من معاويه، وأنتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، لاحظ يعني يحبون معاوية وعلي، ما عنده مشكلة، ما مش 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 بتاعنا هذا علي. حينئذ يا سيد الكريم، أنا هذا كلامك يسعدني، ليش؟ حتى ما تحزنون كثير لما تسمعون ماذا يفعل الشيعة في العراق وماذا يفعلون في 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 في, في كلكم سواء، روافض ونواصب. والرسول يقول لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن ان تكون مواليا لعلي وقاتله، للحسين وقاتله؟ ما يصير، لو هذا لو هذا، اختار لك واحد منهم. ولهذا يا وليدي اتقوا الله في انفسكم. صح هذه وراثه ووجدنا اباء، لكن صرنا كبار وتعلمنا وقرينا وتبين كلها لعبه يهود. يا وليدي خليك مع النبي وال بيته. والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية. وإنه لو تقرأ هذه، إذا تقول بالحديث أبو هريرة يقول والله لولا أني أخاف على هذه لسميت القوم بأسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت لمعاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له هيهات يا معاوية. قال يا ربي إن هذا الرجل يئسني من رحمتك، والله ليس لي ما ألقاك به إلا أني لا أشرك بك شيئا. نعم. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية، هذا يقول على سيدنا، وقاله قبلك أكبر منك وأكبر مني، قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي. آمين. وأنت إن شاء الله الله يحشرك مع معاوية إن شاء الله. ايضا مكالمة اخرى من السعودية، سيد الشيخ تفضل. السلام عليكم. استاذ صالح تفضل. حياك الله بياك شيخ صالح. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالنور. حياك الله صالح، كيف الحال؟ احمد عساكم بخير.